الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولايه علي بن ابي طالب ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمه للعالمين شفيع المسلمين والصلاه والسلام على اله واولاده المعصومين المنتجبين المظلومين سيما ابن عمه وغزيره وخليفته وصاحب لوائه الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنتك على اعدائهم واعداء الله اجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الان الى لقاء يوم الدين اما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الظالمين بار دیگر صلوات اللهم صل على محمد